فينادي منادي من ايه؟ من السماء ان صدق عبدي فافرشوه من الجنه والبسوه من الجنه وافتحوا له بابا الى الجنه فياتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد البصر. مد ايه؟ البصر. ثم قال صلى الله عليه وسلم وياتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الرائحة فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي وملالي. هذه حال المؤمن. يبقى الله يلبسه من الجنة وفراشه من الجنة ويفتح له باب من أبواب الجنة على مد البصر فيتحول هذا القبر إلى روضة من إيه؟ من رياض الجنة ويفسح الله هنا ثم تجيه البشرى في صورة رجل جميل المنظر طيب الرائحة يعني يرى عليه كل آثار الخير فيقول له أبشر بالذي يصر هذا يومك الذي توعد أنا عملك الإيه؟ الصالح وعند ذلك يبقى العبد المؤمن في النعيم إلى أن تقوم الساعة فلذلك لما يرى هذا الخير ماذا يقول؟ المؤمن يقول إيه؟ قال رب أقم الساعة ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة العبد الإيه؟ الكافر العبد الكافر لما يأتيه سكرات الموت وحالة الانتقال من الدنيا إلى الآخرة وأعاذنا الله وإياكم من هذه الختمة ومن هذه الصفة ونسأل الله أن يجعلنا من أهل الإيمان نزل إليه من السماء ملائكة يعني سود الوجوه معناه يعني إيه؟ وجوههم عليها غبر وجوههم مظلمة لا يرى عليها أي أثر من آثار النور فيلبسون منهم مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يلبس عند رأس هذا الكافر المنافق فيقول أيتها النفس الخبيثة الثانية إيه؟ الطيبة المطمئنة هنا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى رصخة من الله وفضل طب إذا كانت هي دي البشارة هذه هي أولا خروجي إلى سخط من الله وغضب قال فتتفرق في جسده الروح بتاعة المؤمن لما تيجي تخرج بتقترب من إيه؟ من الحلق سبحان الله فقلنا لما تخرج تخرج إيه؟ سهل فلا تتألم بها الأعمى لكن الكافر الروح تبقى وصلت هنا فيردها الله في جميع البدن قبل أن تسهل فتنزع من قدمه حتى ايه؟ رأسه فما من موضع تنزع منه الروح إلا ويتألم ألما لا يعلم عظمه وشدته إلا الله فينتزعها كما ينتزع الصفون من الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يجعلها في تلك المسوح ويخرج منها كأنت من ريح جيفة وجدت على وجهك يعني عكس الايه الثاني تماما ينزع منها كالصفوت إذا وضع في السوق الصفوت يعني الشوك يا الشوك لما يعلق بالغنم يعني إخواننا اللي هم طبعا في فلسطين بيعرفوا أحيانا في شجر كده في شوك
فإذا الشوكة دي علقت بصوف الغنم لا تخرج إلا مع الإيه؟ الصوف، ما بتخرجش الحلة. فإذا نزعت فشبه النبي كما ينزع الصفود من الصوف. فإذا أخذها لم يدعوها في يده، أي ملائكة العمل، حتى يأخذوها فيضعونها في أكفان من النار ومسوح من النار، فيخرج منها كأنثى ريح وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يقرون بها على ملك من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة، ما هذه الروح، فيقولون فلان ابن فلان أو فلان بنت فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها فيه، حتى ينتهى بها إلى السماء للإيه؟ الدنيا، فيستفتح فلا يفتح له. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون حتى الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فينادي له عز وجل ويقول اكتبوا كتاب عبدي في سجين، أي في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحا، ثم قرأ قول الله عز وجل أي النبي صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فدعاء